دار وثائق قطرية شكلت أمانة ونظمت بقرار سمو الأمير الله يحفظه في شهر مايو من عام 2023. الصرح منوط به الآن العمل على جمع جميع الوثائق الخاصة في دولة قطر من الأرشيفات المختلفة في العالم، وكذلك هو معني في الدوائر الحكومية في البلاد بجمع جميع المستندات الرسمية والوثائق الخاصة في كل مؤسسة حكومية للحفظ الدائم في دار وثائق قطرية. كذلك اتاحتها للباحثين، حيث أن الباحثين يستفيدون من هذه الوثائق بعمل أبحاث خاصة عن تاريخ قطر أو لدعم متخذ القرار في جهات حكومية في الدولة. أصبح الآن موضوع الوثائق هو علم وبحر كبير جدا، ابتداء من جمع الوثائق بالطرق الصحيحة، من البحث عن حالة الوثيقة، لأن أصبحت الآن معامل وورش خاصة فنية لترميم الوثيقة وتعقيمها وما إلى ذلك. إحنا أكثر في حفظ التراث الوثائقي الخاص في دولة قطر، طبعاً هذا راح يكون عبارة عن المستندات اللي موجودة عند الأفراد خاصة، وكذلك وجود بعض المستندات اللي تساهم في كتابة تدوين تاريخ قطر على جميع الأصعدة أمانة، صحياً رياضياً وعلمياً كذلك. اليوم الوثيقة بعد تسجيلها تكون كذلك ملك للفرد ببيانات رسمية بشهادة رسمية. يكمن دور أمانة الأجيال الحالية بحفظ هذه المستندات بالطريقة الصحيحة. إحنا اليوم نتكلم هذا المستند مثل ما ذكرت سابقاً هو ملك لهم، ولكن المحافظة عليه هذا واجب وطني.